أمطار رعدية، تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من طقس بكرة وبعده الثلاث والأربعة. الجو برد زي حضراتكم ما شايفين، والوضع شوية صعب على المحافظات الساحلية زي اسكندرية والبحيرة ومطروح، وبدأت الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ 72 ساعة اللي جاية. هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن حالة الطقس خلال 72 ساعة اللي جاية، وقالت إن هيبقى في برودة شديدة وأمطار غزيرة ورعدية. كمان وفقا للتوقعات إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وكذلك خلال 72 ساعة اللي جايين، ومائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى واسكندرية والوجه البحري والساحل الشمالي وكذلك شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، وبارد ليلا على جميع الأنحاء. هيكون معانا عبر الهاتف دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، هتكلمنا باستفاضة عن حالة الطقس النهاردة وخلال 72 ساعة اللي جاية. صباح الخير يا فندم. دكتور منار، صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى كل متابعي تلفزيون الوطن. اهلا بحضرتك يا فندم. يا ريت لو نعرف من حضرتك درجات الحراره النهارده ايه؟ احنا طبعا اليوم بنشهد انخفاض طفيف في درجات الحراره، متوقع مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه هتحجب جزء من اشعه الشمس، فهتساعد على احساسنا بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس. العظمى على القاهره الكبرى 17 درجه مئويه خلال فتره النهار، يعني هنحس بالاجواء المائله للبروده الشتويه المائله للبروده على اغلب المناطق اللي موجوده في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، اجواء معتدله على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فتره النهار. خلال فترات الليل ومع غياب اشعه الشمس بتبدا كمان من ساعات المغرب وفي الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر درجات الحراره تنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ، اجواء بارده الى شديده البروده على اغلب انحاء الجمهوريه، بالاضافه كمان ان احنا اليوم بنتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيكون طبعا مع فرص سقوط الامطار يمكن بدات على مناطق كثيره من الجمهوريه خاصه في بعض المناطق من القاهره الكبرى، الان في سقوط امطار خفيفه على بعض المناطق من محافظات القاهره الكبرى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري. فرص الامطار اليوم هتكون امطار متوسطه خفيفه الى متوسطه على سواحلنا الشماليه، يعني ممكن تزيد عن الخفيفه في بعض المناطق من السواحل الشماليه محافظات جنوب الوجه البحري مدن القناه خليج السويس، ايضا بعض المناطق كمان من سواحلنا الشماليه الشرقيه شمال الوجه البحري. أمطار القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد متوقع تكون على فترات متقطعة وهي أمطار خفيفة، يمكن احنا من خلال صور أقمار الصناعية تابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرنا تحديث لخريطة سقوط الأمطار والتوزيعات الضغطية، بنقول إن الأمطار اليوم هتبقى أقل من اللي شهدناها خلال الأيام الماضية خاصة في السواحل الشمالية للبلاد، أمطارها ممكن يعني زي ما بنقول على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ممكن تزيد عن الخفيفة وتوصل لمتوسطة على فترات متقطعة، ودي أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط. كل ما تقدمنا للمناطق الداخلية كل ما حدة الأمطار هتقل، يعني كميات الأمطار هتقل في المناطق الداخلية، أمطار ما بين الخفيفة خفيفة متوسطة يعني أمطار متفاوتة الشدة ما فيش منها قلق تماما على أي محافظة من محافظات الجمهورية. طيب إيه النصائح اللي ممكن هيئة الأرصاد تقدمها خلال تعامل المواطنين مع الأمطار الرعدية؟ هو طبعا مهم جدا ان احنا اثناء سقوط الامطار خاصه دايما في المحافظات المعنيه اكتر بسقوط الامطار اللي بيبقى كتير خاصه المحافظات الساحليه نبتعد تماما عن اعمده الاناره اشياء الكهرباء الوح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع المباني المتهالكه، كمان لازم تبقى القياده بهدوء تام مع سقوط الامطار. احنا توقع كمان اليوم يكون في نشاط نسبي للرياح، نشاط الرياح ده هيخلينا احس اكتر ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره، فمهم كمان مع نشاط الرياح ان احنا نبتعد عن اي مباني متهالكه او يعني الاشجار اي شيء ممكن يقع بسبب نشاط الرياح، هو طبعا مش نشاط قوي للرياح لكن في نشاط الرياح هيخلينا نحس ببروده الطقس، بالاضافه كمان ان احنا متوقعين من غدا يحصل تحسن في الاحوال الجويه، تلاشي فرص سقوط الامطار من على اغلب مناطق الجمهوريه، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيأثر علينا، يبدأ في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، هتعود تاني الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسكنية القريبة من المصطبة المائية، وهتأدي لانخفاض في الرؤية. تمام تمام دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا يا فندم. زي ما قالت دكتور منار انه نلتزم شويه في وجود الامطار الرعديه ان احنا ما نبقاش بره البيت،
نبعد عن أعمدة الإنارة، نبعد عن الطرق، كذلك في الشبورة المائية اللي هتكون كثيفة وبتحذر منها دكتور منار خلال الساعات القادمة من بكرة إن شاء الله والأيام اللي جاية، نبعد عن الشبورة المائية أو نبعد عن الطرق المكشوفة، الطرق الصحراوية وكذلك الطرق الزراعية على قد ما نقدر. ده اللي كان معانا في نشرة النهاردة، نلقاكم في نشرات جديدة، شكرا جزيلا.